الأمة الإسلامية الآن صاير لها سنوات طويلة مقيدة، لا تتمكن أن تعمل شيئا. الأمة الإسلامية المقيدة إذا ارتفعت هذه القيود، هذه الأمة تصنع المعجزات. هذه قيمة من قيم الله سبحانه وتعالى، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إحنا في كثير من البلاد كل خطوة نريد أن نقوم بها مقيدين. واحد يخاف ما يتمك في البلد المجاور، ربما أكو 20 مليون إنسان ولكن كلهم مقيدون، يتمكنون أن يعملوا شيئا؟ لا يتمكن، لأنهم يخافون، لأن هنالك من قيدهم. إذا مليار مسلم كانوا أحرار، ما كانت أمامهم قيود، ما كانت أمامهم حدود، حقيقة كانوا يصنعون المعاجز. هذه قضية إذا ما حلت، جميع الحلول الآنية جيدة ولكن لا تعالج المشكلة. هذه القيمة قيمة يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قيمة الأخوة، قيمة التعددية، وهذه القيم المذكورة في القرآن الكريم والسنة الشريفة، يجب علينا أن نعمل لإعادة هذه القيم إلى الحياة. وبعودة هذه القيم إن شاء الله تحل هذه المشاكل.